شبيك تنفخ وحزين ومهموم وساكت ثنية كاملة؟ لباس؟ تعرف يا حنان، حس في روحي حزين برشا. وبارح كنت لباس علي، قمت اليوم الصباح حس في روحي حزين، حس في صوت في داخلي يأنب فيا ويقول لي انت ماكش حد شيء، ما عندكش عجب. مستقبل، ما عندكش أصحاب. بالحق نحس روحي محبط وحزين برشا يا حنان. غريبة على الاخر، علاش تحس هكا؟ منين جاوك هالأفكار هذوما؟ غريبة هذية، على خاطر انت نعمل محبوب وعندك صحاب وعائلتك وناجح في الدراسة متاعك. غريبة، شنية هذيك زعمة؟ قلعة نو؟ يظهر لي قلعة. نطلع ونشوفوها؟ هاي نمشي. باه واو، ملا منظر طيارة متاع القلعة. هاي مزيان برشا حلال. تعرف علاش ديما يحطوا القلعة يا حنان في بقعة عالية برشا؟ معليش؟ هكيكا باش السكان تاع القلعة واللي يسكنوا في القلعة يشوفوا المدينة الكل. وهكيكا باش كان فما حتى هجوم الأعداء ولا حاجة، يستعدوا يهيئوا السكان وكل شيء باش يستعدوا باش يهجموا. تعرف الكتاب المقدس يعطينا وعد مزيان برشا في الكونتكست هذايا. وشنو يقول الوعد هذا؟ يشبه اسم الرب بالبرج الحصين اللي يجري له الصديق. الصديق معناها الرجل الأمين، ويتمنى معناها يتحمى، ياخذ الحماية. وتعرف الله يحمينا مش كان من الهجمات المباشرة، أما زاد الهجمات على أفكارنا ومشاعرنا اللي إبليس يحب يهجمنا بها. تعرف يا حنان شنو المشكلة؟ ما نعرفش كيفاش نتصرف في الظروف هذه الصعيبة، وخاصة يا حنان في المدة الأخرى وفي الأيامات الأخرين تتكرر برشا الحاجات هذه. بتبيع باش يهاجمك ابليس، بيحط لك افكار خايبه ويحاول يهاجمك بمشاعرك، على خاطر انت توا مؤمن بالسيد المسيح. هذاك علاش مادامني مؤمن بالسيد المسيح معناها المسيح باش يحميني من هجمات ابليس هذيا ولا اي؟ هو يحميك، اما لازم يهاجمك ابليس. تعرف علاش؟ على خاطر انت توا وليت مؤمن بالمسيح وقررت باش تتبعه، مالا انت خذيت حريه في المسيح من كل سلطان ابليس كان عنده في حياتك. اما هذا يخلي ابليس مش فرحان بالحاجه هذه، بالعكس هو متغشش ويحب يهاجمك، يحب يحط مشاعر احباط، يحبك تخلي تحس ان انت فاشل، على خاطر هو مش فرحان اللي انت ما عادش متاعو وماذا بيه يفكك، دونك هو يهاجمك. اما تعرف السيد المسيح مكتوب في كتاب مقدس اللي اسمه فوق كل اسم في السماء، وزاد مكتوب اللي الاسم هذايا باش تركع وتخضع كل ركبه في السماء وفي الارض وتحت الارض. امين. وزاد السيد المسيح يامرنا ويقول لنا تعالوا الي يا جميع المتعبين وانا اريحكم. معناها كل واحد تعب وحاسس هكا باحباط وفاشل ومحتاج حمايه ومعونه لازم يجري للسيد المسيح وينطق باسمه، على خاطر ابليس ماذا بيه انت تقاومه بقوتك الشخصيه، خاطر يعرف ينجم ينتصر عليك. القوه الشخصيه ما نجمش نقاومها. صحيح. خاطر نحن انسان صحيت. اما السيد المسيح يقول لك اجاني لي انا وقول اسمي اجاني وهرب لي وانا باش نعطيك الحمايه. هاوك علاش وقت اللي احنا ننطقوا اسم السيد المسيح ابليس يخاف ويهرب منا. هاوك علاش انا ننصحك لازم تشد في السيد المسيح. وزاد نعاود نحب نذكرك بالايه اللي انا قلتها قبيله على القلعه، مكتوب اسم الرب برج حصين يركض اليه الصديق ويتمنى. ملا انا نقول لك اللي بالحق لازم تشد في السيد المسيح، تشد فيه وتنطق في كل مره تحس روحك انت خايف. اسم الرب برج حصين، اسم الرب برج حصين يركض اليه الصديق ويتمنى. اسم الرب برج حصين، اسم الرب برج حصين، اسم الرب برج حصين، اسم الرب برج حصين يركض إليه الصديق ويتمنى. تعرف يا حنان هذا كلام مزيان برشا، ويفكرنا زادة في عود الله. أنا مصدق 100% كلام، وكن ثق في كلام، وكن ثق في عود الله وكلامه. أما تعرف شنو يا حنان؟ أنه برشا مرات أنا ننسى الوعود هذه، وننسى شنو قال لنا ربي والحقيقة هذه متاع الوعود متاعه زادة. وممكن هذا هو السبب متاع حزني وهمي والألم اللي أنا نعيش فيه والإحباط. ديما نفكر لنا
إنسان مش باهي. ما تعرف أنا نجم نفهمك، ما تعرف شو أنا نعمل؟ أنا ديما كي نقرأ الكتاب المقدس نحاول نخرج وعود الله ونكتبهم ونحاول نرددهم ونحاول نذكر روحي طلع ليش على خاطر كلمة الله هي حق، وهي الكاسك اللي أنا نلبسها في رأسي، وكأنه كل قنبلة والحاجة تجي هجمة من إبليس، الكاسك هذاك يحمي مخي، يحمي أفكاري، يحمي أي حاجة إبليس يحب يقولها لي بشوصل مشاعري. وهاني نعطيك أنا تطبيق عملي تنجم تعمله، أنا ديما نعمله. شفت السطوش هذا؟ أما السطوش هذايا في حكمة، أنا نكتب في أوراق صغيرة كيف هكا نحط فيهم وعد الله ليا، وفي كل مرة أنا نخاف ولا أنا نستريسة ولا نحس اللي عندي أفكار مش من عند ربي وضد الكلمة متاع الله مثلا اللي أنا محبوبة، ويجيني فكرة تقول اللي أنت مش محبوبة، اللي يجيني فكرة اللي أنت ما تصلح لحتى شيء، أنت فاشلة، ونذكر لي اللي أنا عندي قيمة في المسيح، أنا عندي حياة جديدة في المسيح، أنا منتصرة في المسيح. وقت اللي يجيني فكرة اللي أنا منيش معناها نستحق، نقول لا، المسيح مات على خاطري وأنا غالية ونستحق الدم متاع المسيح اللي سال على الصليب. ما لقينا كيفية أنا توا محبط كما شفتني، صحيح نحس أني عملت حاجة غالطة، ونحس أنه ضميري أنب فيه في برش حاجات. أما مش هذاك صحيح، على خاطر الكتاب المقدس يقول إن احنا ما خديناش روح فشل، بالعكس روح الله هو يشجعك وهو المعزي متاعك. ما أنت لازمك تكتب، يعني هننصحك تكتب كيفي أنا كلام الله كيف هكا وعود، تحطهم في سطوش وتحطهم ديما معاك باش تذكرهم، باش يكونوا الكاسك اللي أنت تحمي به، باش كي يجي صوت إبليس ولا الهجمات متاع إبليس ما تسمعوش، خاطر أنت ديجا محمي في كلمة الله. ياسر تحفون الفكر، ذا ما لازم تمشي معي نشري سطوش. أي نمشي وما يسألش ونعاونك زادة باش نطلع وعود الله مع بعضنا من الكتاب المقدس. عايش كحنا نتعرف، نحب نشكر رب اللي فينا في بلاصة كما هكا فيها قلعة، وشفنا القلعة كيفاش تحمي العباد، وديما تو باش نتفكر أنه المسيح يحمينا من كل حاجة ومن كل شر وشبه شر متاع إبليس، واللي هو ما عنده حتى سلطة علينا، حتى ولو جو هجمات نحن محميين في اسم المسيح وفي دم المسيح. أمين.